جاءت الشرطة لبيتنا، كانت أمي قد خرجت لتبحث عن مآله وعن ماذا فعلوا به. وعندما رجعت دخلت إحدى الزوجات المقاومين الذين كانوا قد سجنوا معه في 54 في 53-54، وهي التي أنبأتها بالخبر. قالت لها يعني كوني امرأة صعب لها من دوني الله رحمه. ولم تمر دقيقة حتى طرق الباب بشدة، كانت الشرطة الفرنسية. دخلت الشرطة الفرنسية بقوة وبعنف وأخذت تبعثر في المكتبة وفي الكتب وفي الباب بعنف، ثم أخذوا والدتي بالعنف، تشبثت بباب البيت وأخذوها بالعنف وأخرجوها من البيت ليقتادوها إلى الإدارة. وكانت برفقتنا إحدى قريباتنا كانت تساعد أمي في تربيتنا. كنت صغيرة، هذا المشهد لن أنساه، هذا المشهد الوحيد الذي أحمل في ذاكرتي إلى الآن. وإن كنت إداك لا أعلم كان كونها ولم أعمل لماذا، ولكني الآن بحكاية جدي وبحكاية المقاومين والاطلاع على الأحكام يعني عرفنا السبب. وبعد ذلك يعني لم تمر 10 دقائق حتى قرع الباب مرة أخرى، وكأن الباب سيكسر مرة أخرى. كان أحد الشرطة الذي طرق الباب، وكانت هذه السيدة التي كانت معنا كانت يعني بالذعر الذي توالى علينا في هذا اليوم، لم تريد أن تفتح الباب، لأن الباب فتح واختطف الوالد ثم قرع مرة أخرى وأخذت واعتقلت والدتي، فلم تريد أن تفتح الباب. وذهب الشرطة إلى الجيب وأحضروا والدتي، هي التي تكلمت معها وراء الباب وقالت لا افتحي يا رقية أنا، ثم فتحت الباب. وما لبث أن فتح الباب حتى انهال عليها الشرطي بالركل والضرب، وهي تحمل أخي الصغير في ظهرها وأنا متشبثة بها أبكي. يعني كان مشهد لن أنساه إلى اليوم. ثم أخذ والدتي على ذمة التحقيق 3 أيام في الكوميسارية بالمعارف الدار البيضاء. اعتقلت والدتي وحققوا معها، كان يا رمضان، وأدخلوا لها لبعض بعض الأشخاص بعض المغاربة والقريبين، يعني أدخلوا لها بريق من الشاي وخبزة في السحور، وقالوا لها قولي الفرنسيين الذين اختطفوه، وإذا لم تقولي هذا ستخافين على أبنائك. والله أعلم من حد الآن ماذا قالت والدتي، هل صمتت حماية للتنظيم وحماية المقاومين؟ لحد الآن أنها صمتت، لأنها تم اغتيالها بعد 6 أشهر، يعني صمتت وتم اغتيالها بعد 6 أشهر لأن شاهدت عيان على المختطفين. وبذلك ذهبنا، يعني مجرد ما اعتقلت والدتي ذهبنا إلى دار جدي بدون رجعة، وتركنا بيتنا هكذا بدون رجعة، لم نعرف ماذا حصل ولا ماذا سيحصل فيما بعد. المهم غادرت والدتي السجن بعد 3 أيام، التحقيق بعد 3 أيام، وجاءت إلى بيت جدنا. ويعني الذين تعرفوا علينا، وأقول ما أنا لا أعرف أنا ذاك، ولكن
كانوا يعني كان مقتصد بالمدرسة المحمدية لحزب الاستقلال يسمى محمد بن منصور. هذا يعني كأنهم حموا والدتي من أن تقول شيئا أو من انتقام، يعني كانوا الحماية.